سلام، كم هو لحن جميل ومنساب. أغنية لما بدا وعلى إيقاعها ونغمتها وأوتارها. كنقول لكم أيها الأحباء الكرام، مرحبا وألف مرحبا معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامج دندنة مع عماد على القناة الفضائية شادة تي في. طبعا برنامج دندنة اللي كتلتقي معاه كل أسبوع مع فنانين وضيوف وكذلك مدارس موسيقية. الأكيد اليوم حلقة متميزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فحلقة فيها واحد خيرة الأصوات الشبابية، يعني ما بقاش نقوله شباب، نقوله ما يروج حاليا في الساحة وفي الساحة الفنية المغربية والعربية. كيفاش ذلك؟ غادي نتلاقاو من بعد، نعرفكم شكون معايا اليوم الأكيد. ولكن قبل من ذلك أيها الأحبة، كنبغي نحيي أصدقائي الفنانين الموسيقيين على الأورج، الفنان عادل صويري تحية خاصة، ثم على الكمان الفنان رشيد برا كذلك تحياتي. فرشيد حقيقة دائما تنقول رشيد برا من الفنانين العازفين المتميزين ذو القلب الطيب، ثم كذلك المشاغب الأخطبوط العود إدريس نيجرا. تحية إدريس، تحية للجميع من خلال الناس اللي تقرأوا معك كذلك في المعاد، فكنبغي نحييهم تحية خاصة. ثم كذلك صديقي ضابط الإيقاع وبامتياز مراد تحية كذلك، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة ظريفة على قلوبكم مشاهدينا سواء داخل أرض المغرب ولا كذلك حتى خارج أرض الوطن، وتحية لكل مغاربة العالم. طبعا احنا في شادة وحنا في دندنة، غادي نتعرفوا على الضيوف ديالي اليوم اكسبسيون. غادي نبدا بضيفي لي اونفاس معايا اللي هو محمد الرفاعي. اهلا بك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. هذه اول مره بعدا انا وياك. اكيد اكيد جوستومون اول مره منذ سنوات نتلاقاو، ولكن بغينا يعني نخلقوا واحد الوقت ولا شي جو للحلقه، ولكن دائما انشغالات اما ديالك اما ديالي اما الظروف، ولكن اليوم شديناك حي. لا انا معكم، انا اصلا جيت من مراكش خصيصا باش نجلسوا هذه الجلسه الزباله. الله يبارك فيك. سختو مع لي زانفيتي كلهم ما شاء الله دي زارتيست لوغ، وشرف لي نكون معكم ونكون مع الفرقه الموسيقيه تبارك الله ديال الاساتذه اللي غنيت معهم ماشي اول مره، تبارك الله غنيت معهم بامال دو فوا. انت كتعتبر راسك محمد الرفاعي، واش طبعا انت فنان، ولكن واش فنان مغني مؤدي مطرب ولا موسيقي؟ شنو اللي تعتبر راسك؟ كنعتبر راسي كان ما عادش كيفاش غادي نشرحها، ولكن كندير هذاك الشيء اللي كيساتيسفيني انا. الغناء والتلحين كنظن انهم في وجهه لعمله واحده بالنسبه ليا. اكيد انت شو التلحين هو اللي كيجي النتيجه ديال واحد جمله اليفيه غنيتيها في راسك، من بعد كدندنها الوغ بجوجهم. عندي حاجه واحده، نعم. باش غنقدر نلحن ضروري كيخصني نغني الوغ. عندي في مدرسه واحده بجوج. طيب جميل جدا. حنا باش حتى نتموقعوا معك وكذلك مشاهدينا، محمد الرفاعي فهو الفنان الملحن المغني المطرب اللي دار العديد من لي سوكسي ابار الاغاني ديالو، هادشي كله غادي نتكلموا عليه. دار بزاف لي سوكسي بيان سور، من مع تعامل مع خيره الفنانين المغاربه، وكان واحد من كذلك اللي ساهموا يعني نقولوا في واحد ثوره موسيقيه مودرن على مستوى توزيع، ربما على مستوى فالتوزيع، يعني التوزيع يعني لا ديستريبيسيون ماشي التوزيع الموسيقي. صح كنهضروا فوالا. يكفي انني نقول مثلا اغاني دي سوكسي من انتباغيه واحد اللي غناها الفنان سعد مجرد، حسبني طماع اللي غناها الفنان حاتم عمور، اغاني مع الفنانه اسماء منور، مع دنيا باطمه، مع دابا عاوني نقول مع جميله البداوي، مع يعني محمد رضا ولا اي طويلة، على ان هادشي غادي نتعرفوا عليه فيما بعد. مرحبا والف مرحبا. الله يبارك فيك. لان انا كان كيعجبني الفنان او اي انسان مغربي كيبدا شاب ويشق الطريق ديالو بوحده وبثبات، الحمد لله، فشيء جميل. وانا كنعرفك انت ولد العيون، ولد العيون يعني القلب النابض للمملكه الشريفه المغربيه، مدينه العيون. العيون راه حاكمه، راه هذا هو ولد العيون. هذا بلاتي خليني، راه ما بغيتش باقي حد، انا ما بغيتش نقول شكون اللي معنا، راه مازال حتى مصطفى حيك مخرج ما بغاش يبين شكون اللي معنا. خليني ندير انا وياك المقدمه عاد نشوفوا. لا بارك الله. مدينه العيون كما قلت فهي انت ولد العيون، زادتي تما زياده وخلوق ونشاتي تمايا، عاصمه اقاليمنا الجنوبيه وعاصمه الصحراء المغربيه. الله يخير. الجميله. ومن بعد انتقلتي لمراكش واشتغلتي هناك وتلاقيتي في الميدان مع لي زارتيست ودخلتي الميدان الفني بقوه. على اين
غادي نكملوا معك الحديث محمد رفاعي. الله راسي وعيدي. ومرحبا ألف مرحبا. من بعد نجي باش نضحكوا واحد شويه بما نتعرفوا على خوتي والاصدقاء اللي معايا. كذلك معايا فاطمة الزهراء النظيفي. اهلا بك فاطمة الزهراء. مساء الخير. مساء النور. هذا والله الا نهار كبير هذا من تلاقينا عاود في دندنة. هذا البرنامج الرائع اللي كي ديما كتجيو تبارك الله فنانين رائعين كنستمتعوا بمجموعه من الالوان الغنائيه في هذا البرنامج المتميز بكاس دعيمات. الله يبارك فيك فاطمة الزهراء، لان كان لنا لقاء تقريبا دي واحد سنه او سنه ونصف هنا في دندنة، ولكن تبارك الله عليك من الاصوات الجميله، احساسك عندك الاحساس تكنيك فاصو مشينا غنقولها ربما حتى الاخوان اللي معايا هنا، تؤدي بزاف ديال المدارس والانماط الغنائيه ماشي غير فقط العربي والطربي والمغربي، ولكن عندك حتى ميول كثير 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 في الاغنيه الغربيه مختلف الانماط، سواء tu chantes en anglais, en français et en espagnol. Donc, tu as vu la حلقة اليوم. أكيد. مرحبا. الله يبارك فيك. ثم واحد فنان كويري صاحبي. واحد مارادونا حدايا هنايا. مروان أصيل، أهلا بك مروان. خويا عماد يتجدد اللقاء عاوتاني. ضروري ضروري. تلاقينا مرة أخرى. مرحبا وألف مرحبا. الله يحفظك أحبيبي. يتجدد اللقاء واخا ما عرفتيش عليا القطر. خويا قطر راه كلشي كان باغي يجي واحد ما بقيتش عارف شكون غنجي وشكون لا. دابا انت وليتي تقريبا براتيكمون مقيم في دبي وكنتي خديتي الاقامه الذهبيه، مبروك عليك الاقامه الذهبيه. غادي نجيو نفهموا هذه الاقامه الذهبيه، بزاف الناس قول لي علاش صالحه كيضروا راسهم تيقول لي دابا الاقامه شنو صالحه هذه الاقامه الذهبيه وكيفاش تاخذها؟ كتاخذ اقامه بالذهب كتسمى الذهبيه. بزاف تيسولوا صحاب الذهبيه دابا اللي كياخذ اقامه ذهبيه واش فيها عمر ولا فيها واحد كيلو ديال عمر. دونك ان توكا مرحبا و الف مرحبا لينا. هنا كذلك بزاف الفنانين اللي كانوا في المونديال ديال قطر، وطبعا حنا دائما نعيش على هذيك الذكرى الجميله وهذاك الانجاز التاريخي صح. ديال اسود الاطلس اللي كنعاودوا نحييهم ومازال ان شاء الله لان خصنا نبقاو عايشين على هذاك صح على هذيك الطاقه الايجابيه وهذيك النيه. راه المغاربه اسبوعه ورجاله باذن الله ان شاء الله. خمس تقبلتوناش بالملفاي جيبوها لا ما بغيناش إلا عطيناك ميل فيه وذلك الشيء هذي تقهم وما هذيش تعشى معنا اليوم. اليوم ما تعشى اليوم يا كالسيبي ولو يا وشتي ها هو دابا نحليك دابا الباص مرة أخرى إن شاء الله. مرحبا. فنبدأ في الأول نبدأ معك محمد رفاعي. طبعا لخص لي مثلا ذاك البداية ديال التحول ديالك أو ديال اللقاء ديالك مع لو برومي سوكسي، ماشي بدايتك الفنيه، نو بدايه مع لو برومي سوكسي. صراحه كيما الناس كامله كتعرف انه لو برومي سوكسي اللي كان عندي اللي كيعتبروه الناس هو انت باغيه واحد اغنيه اللي كنفتخر بها بحالي بحال كاع المغاربه، حيت هاد الاغنيه هادي نقدروا نقولوا انه كانت موراها واحد النهضه ديال واحد الثوره ديال الاغنيه المغربيه، سورتو على مستوى التسويق لبرا، سورتو انه الاغنيه المغربيه كانت كتسوق غالبا الاغنيه الكلاسيكيه القديمه، فكانت لا شونسون مودرن ديما عندنا كتدور غير في المغرب، فما كناش كنقدروا نسوقوا واحد لو ستيل اللي يقدر يكون خفيف لايت، الناس اللي على برا يقدروا يسمعوه، يقدروا لي زارتيست يزعموا ويغنيوا الاغاني، حيت تبارك الله حنا في الاغاني الكلاسيكيه راه كانوا كيغنيوا اساتذه تبارك الله كبار، ما غاديش يزعموا اي مغني من برا يقدر يغنيهم او لا يدير انتاج ديال داك العمل. ففي ظرف الا كنا كنهضروا على من التسعينات ل 2000 كانت واحد قفزه نوعيه ديال الاغنيه العربيه عامه العصريه، اكيد فكان خصنا حتى حنا كمغاربه نديفلوبيو راسنا، كانت المواكبه نحاولوا نخرجوا كاع لي زارتيست اللي عندنا، وتبارك الله عندنا واحد الباكاج ديال لي زارتيست اللي كان خصو غير ماشي انا ولا كنهضر على بزاف ديال لي كومبوزيتور، منهم جلال الحمداوي تبارك الله اللي حتى هو كان ساهم كبير في النهضه، اكيد كان عنده افكار جديده في هذيك الوقيته اللي كانت exactement. كانت الاغنيه عندها طابع ديالها الاغنيه المغربيه الجميله اللي نعتزوا بها واللي كنغنيوها كلنا. لا ما بيان سور بيان سور، مي كان خص ضروري شوف حتى في مصر في اي بلاد ما يمكنش ديما تكون غادي على واحد نفس الستيل اللي كان كيتغنى من قبل، حيت كما كنقول لك كان صعيب كان صعيب على الناس اللي ما قراتش في موسيقى في معاهد، ما كان خاص اصوات كبيره اللي تغني الاغاني الكلاسيكيه المغربيه، فكان ضروري خصنا نقصوا هذيك ليطاب ديال نديروا واحد لسباس شويه للشباب، نديروا واحد لسباس شويه ديال لي جون اللي عندهم شويه الاحساس في الصوت، عندهم افكار البوب، عندهم افكار العالميه في الـ في الـ في الفلاشونسون مودرن، نحاولوا انه الاغنيه تكون زوينه ولكن اون ميم طون تكون فيتاش واحد 3 4 ديال الدقائق. ف كان خصنا نقلبوا في الستيل، وانا بحكم انه ولد العيون فالعيون
كاين واحد كاين واحد كاين بحال غادي نقولوا الا مثلا الا جينا نهضروا على الخبيث الخليجي فهو كاين نفسه في الحساني في الحساني كاين الدرب الصينيه وكاين كاين مقامات حسانيه اللي مازال ما استغليناهاش مزيان كاين مقام الفاغو حساني زباون الوغ هادو حوايج كنت كنحاول نشد منهم باش نقدر ديفلوبي راسي في موسيقى مثلا في انت باغي واحد شديت شويه من الخبيثي ومن الايقاع الحساني اللي كاين في العيون مزجتو مع شويه الكلمات ديالنا مع جملة الحنية اللي ممكن يغنيها أي واحد قد يغنيها ولا قد زعما قد يفرح قد ينشط قد يقدر يغنيها ووليداته فكانت تجربة ديال انت باغي واحد ناجحة تبارك الله على كل المقاييس مع العلم أنه كانت عندي قبل حسبني طماع اللي كنعتبرها هي السكس الأول ديالي ديال مع حاتم عمور مع حاتم عمور ما انت باغي واحد كانت ديك القفزه النوعيه الكاليتي ولا ليماج ديال محمد الرفاعي نعم. الخارج المغرب والحمد لله تفضل الكلام كان جديد شي شويه ديال سمير مجاري سمير مجاري اكزاكتومون نعم. دونك الكلام جديد بواحد الطريقه ومشات الامور وبحال مشات يعني مزيان كل شيء كان عاجبه الحال الاغنيه تسوقت اكثر عطات مساحه اكثر للفنانين المغاربه منهم بيان سور مروان أصيل أنت دخلتي مع هذاك الجيل الجديد من الفنانين المغاربة ف يعني تجربتك أنت كذلك بالنسبة لك مروان فإلى أي حد يعني هذه الأغنية دي وصلت يعني عرفت بالمغرب كفن بالنسبة لك أنا كنقول مثلا الدول العربية والخليجية اوكي بالنسبة لي الأغنية المغربية كيف ما قال محمد الرفاعي مثلا في انت باغيه واحد كانت هي بوابه ديال انه الناس ماشي مغاربه كيتيقوا في الاغنيه المغربيه حيت حسوا انها كوميرسيال وكتوصل صوتهم اكثر للعرب اون جينيرال فمن مورا انت باغيه واحد وحاتم عمور هو الله يعطيه الصحه كان خدم مزيان هذيك الوقيته كانت ديك الساعه البدايات ديال الاغنيه المغربيه عصريه جديده وبداو بزاف تما لي سوكسي ماشي غير سعد وحاتم فكانوا بزاف بدات مجموعه ديال الفنانين اللي توفوا الاغنيه المغربيه الكريني كذلك فوالا دونك انا نديروا واحد الوقفه نبداو معك محمد الرفاعي دي شي اغنيه من اللي صوبتي اللي نديروه بما انك تكلمتي على البريمي سيكسي كان مع حاتم عمور اياه حسبني طماع نديروا حسبني طماع ثم نواصل الاكيد تفضل عماد لا تبخل عليا نسول ونسال فيك أنا نسول ونسال ونستلع في جوابك رد عليا زيد شوية يا حبيبي زيد شوية غير من حبك لا ما تبخل عليا نسول ونسى فيك أنا نسول ونسى في جوابك رد علي ويلي ايلي ويلي ايلي ايلي ويلي ايلي ويلي دادا حياني ويلي ايلي ويلي ايلي ايلي ويلي ايلي ويلي دادا حياني
بغيت نعيش بسعادة أنا وأنت والحب اللي بينا يزيد أنا وأنت واللي أحسدنا يتعالى سبني طمع وبغي من حبك زيادة سبني طمع وبغيت نعيش بسعادة أنا وأنت والحب اللي بينا يزيد أنا وأنت واللي أحسدنا يتعالى ويلي ييلي ويلي ييلي ييلي ويلي ييلي ويلي دادا حياني ويلي ويلي ييلي ييلي ويلي ييلي ويلي دادا حياني حبيبي زيد شوية غير من حبك لا ما تبخل عليا نسول ونسال فيك أنا نسول ونسال ونستنى في جوابك رد عليا زيد شوية يا حبيبي زيد شوية غير من حبك لما تبخل عليا سول وانسان فيك أنا سول وانسان ونستنى في جوابك رد عليا ويلي ييلي ويلي ييلي ييلي ويلي ييلي ويلي غدا عياني ويلي ييلي ويلي ييلي ويلي ييلي ويلي دادا حياني ويلي ييلي ويلي ييلي ويلي دادا حياني ويلي ييلي ويلي ييلي ييلي ويلي ييلي ويلي دادا حياني يا سلام عليك الله يبارك فيك شويه بركه جميل احساس جميل تكنيك رقيق شي يكونوا صحاب التكنيك من 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 صراحه من احسن الاغاني اللي كتبتها والحنتها بالنسبه ليا هذا هو الكوكور عندك بيان سور حيت هذه لا شونسون مصايبه من 2008 2009 قبل ما نبيعها حتى الحاتم باربع سنين وانا في العيون باقي تنقرا الوغ كانت هذه من الاغاني اللي لقيتها اللي كنت صايبتها كنت على دوزت بها واحد العام وانا تنغنيها ديما راسي انت اش كتقول كتقول بما انه ما خرجاتش ما كاينش لي مويان باش غتنزلها الوغ كنت كنبقى ساتيس في راسي ونغنيها ديما الوغ كانت من الاغاني اللي قريبه ليا اكيد اكيد ضروري كيكون شي حاجه عزيزه على قلب الانسان صح وهي اللي كتكون ربما هذيك القاطره اللي بها مشى الواحد وكسب نجاحات فاطمه زهران انت اليوم راك محظوظه على حداك جوج الملحنين دونك اللي بغيتي نشوفوا لك شي اغنيه مع محمد رفاعي نشوف لك شي اغنيه مع مروان اصيل كيف كيف بدك مروان كذلك اكيد اكيد مروان كذلك توام الفنان اللي كيعجبني الاحساس ديالو التكنيك ديال مروان سي واش انت شنو غالب عليك اكثر الغناء نفس السؤال اللي قلته قبيله لمحمد مع ان انا نعرف محمد واخا هو محتشم من ناحيه الغناء هو كيعطيك اكثر من صح لان حنا كنشوفوا مقارنه يلاه المهم غادي ندوي على لو ديرني سينجل اللي خرجته وهذا فكذلك انت شنو اللي كتلقاه في ميل فيه واش انك تلحن وتعطي للاصدقاء ديالك او الفنانين اللي موجود الساعه او تغني انت هي مساله ديال الجيستون ديال الكارير ديالك في البدايات ديالي كنت باغي نكون مغني ولحد الساعه باغي نكون مغني لكن البدايات كتكون شويه قاصحه عماد نعم حيت كيخصك انتاج اول حاجه سيرتو يلاه كتكون بادي وحنا ما شاء الله في المغرب ما عندنا شركه انتاج اللي كيتهلاو في الدراري اللي كيكونوا مثلا بين فيهم يعني انهم موهبه تستحق يقدروا ينفيستيو فيها وغادي يجيب الله تيسير ما كاينش اللي كينفيستي فيك فكان خاصك دير كل شيء راسك وانا عن نفسي كان خاصني ندير كل شيء راسي يعني كل شيء راسك هي كل شيء خاصك مثلا نقدروا نقولوا الكلام ولحن تصايبوا بوحدك لكن غادي خاص ادوز للتوزيع خاصك موزع خاصو يتخلص
ساليتي الاغنيه خصك تصور لها كليب خصو يتخلص سال الكليب خاصها التسويق خصو يتخلص دونك هادشي كله ماديات شفتو مع هادشي ديال لي ريزو سوسيو خصك دابا ولا طاغي انفيستي ضروري باش تاخذ لو روتور فبالتالي ملي حسيت براسي كان انفيستي في راسي كمغني وما عنديش فيدباك و اكزاكتومون فيدباك مادي باش انني نتشجع ونزيد انفيستي دزت شويه للتلحين حيت فيه مردوديه نعم بكل صراحه آه كتصايب اغنيه ديالك كتبيعها بثمن زوين للفنان اكس او ايغريك زائد آه الله يسهل على الـ على الـ على المكتب الوطني لحقوق المؤلفين اللي كيعطينا حقوقنا اكيد طبعا زوينه يعني الحمد لله زوينه لان كانت ربما في واحد الوقت كانوا الناس ما عارفينش بزاف كانوا غير واحد الفنانه واحد معينه اللي كتستافد ماشي كيستافد لان ماشي هما حيت هما كيدفعوا ماشي كيستافدوا لانهم بغاو يستافدوا بوحدهم لانه هما اللي كانوا فاهمين شنو هو القانون تيدفعوا لي دوسي ديالهم ولكن الحمد لله تحلت الامور بالنسبه للجميع بالنسبه لكل ما هو حاجه شوف فهاد الشيء كاين في اي مجال ديال الحياه فاش كيكونوا الناس كنو با كومبيتون لا نو با كابابل انهم يشدوا داك لو بوست راه تيمشيو تيجيو ناس اخرين اللي كيكونوا في لو بوست حسن الناس اللي كانوا قبل كانوا يقدروا يكونوا ما كانوش عاطين الدراري حقهم او ما كانوش كيفكروا الدراري يعطوهم حقهم هادشي كنقول لك انا بحكم انه انا مشيت لا بي ام دي في 2013-2012 وما كانش نفس التعامل دابا الحمد لله جينيراسيون اخرى ناس اخرى اللي كتعرف تدقق في الارباح ديال الناس كتحاول تعطي كل واحد حقه على الاقل تتحاول ما تضيع حتى شي واحد دابا الا كان كيدير وشوف محمد بما انك جبتي الكلام على المكتب الوطني لحقوق المؤلفين او يعني المكتب المغربي لحقوق المؤلفين فنبغيو كما قلتي نعطيو لكل واحد حق كاين ناس برك هذاك لو ستاف انا شفتهم كنحييهم وكنشكرهم على الجهود اللي كيديروا مع جميع الفنانين المغاربه وعلى راسهم طبعا السيده دلال العلوي اللي كنحيوها لان في الحقيقه من اخذت الامور مع الستاف ديالها كلهم تبارك الله عليهم انا بالسميات ديال فمنين خذوا الامور تنظن غدا في الطريق الصحيح صح. الا منك وحنا غاديين صح غاديين صح نعم. عاونوا بزاف عاونوا الناس انهم يغنيوا حيت مثلا انا كنجي كنبيع اغنيه الاكس ولا ايغريك بواحد الثمن شحال ما عطاني غنخسروا شحال ما عطاني ثم ولات الحقوق والحقوق المجاوره طبعا طيب ان شاء الله بالتوفيق انا بغيت نسولك لان بما ان هذه شحال هذه ما دزتي معايا هنا في شاده لان غبرتي واحد غبره قبل من كورونا تغربت ولا فوق كورونا تغربت علاش خديتي قرار باش تستقر في دبي هي صراحه ماشي قرار انني خصني نعاود ندير لها ثاني ديال بلوز قلنا انا محمد كنا في واحد ليميسيون وهضرنا عليها يلا سولني السيد قال لي زعما علاش خسرتي دبي قال له الفلوس شوف ماشي كيسون ديال الفلوس صراحه ولكن راحت البال بكل ولكن صراحه ولكن شوف كتصور بزاف ولكن كتخسر بزاف تما طبعا النيفو دو في عرفت النيفو دو في طالع تلاقيت انا مروان في دبي وجلست عنده في الدار ولكن كندرش على لي مويان الفلوس تاع داك لا كندرو على الافاق اللي ممكن بصح اللي ممكن لي زوبورتينيتي اللي كاينين اونطونك ملحين اونطونك ملحين شوف برافو عليك لا اونطونك ملحين تاع كمغني مثلا او لا عرفت انا كنطري على المارشي ديالنا مثلا اونطونك ملحين تما كاين بزاف ديال الافاق كاين بزاف ديال لي زارتيست اللي كتهضر على الانترناسيونال تبارك الله عندنا حنا الانترناسيونال ولكن راه ما نكذبوش راه هنا فاش كيكون كيولي انترناسيونال راه كيمشي لدبي هو كيستقر تصوي لا بليفار ديال لي زارتيست الوغ حتى حنا خصنا نكونوا تما وخصنا نجلسوا شوف هي ما فيهاش حنا بحالنا دائما كنستدل لان الميدان ديالي الاولاني هو الرياضه هو الكره ديما كنستدل بالكره يعني درام بجوجل في الشوكه ديال الا ملي كي الواحد تيلعب مزيان وكيتالق هنا في شي فرقه من هنا ديال هنا في البطوله بيان سور راه غادي كيمشي حنا كنبغيوه ملي كيوصل واحد النيفو تنبغيوه يمشي برا بيان سور بالنسبه للكره سي لوروب مثلا هي اللي حنا كنفضلوا دائما اللعبه المغاربه يمشي حتى في اوروبا احسن من الخليج مثلا ولكن بالنسبه للخليج كذلك احنا بدينا كنشوفوا كريستيانو راه اكزاكتومون 500 مليار مزيانه زويونه فهمتيني سولو غيقول لك واعر وقول لي سلم على جورجينا معايا كان كنسلموا عليها ثاني حاجه راه كان قبل كان كاع لي زارتيست المغاربه حنا كنا كنصدروهم قبل كنا كنصدروهم لمصر
فاش كنا كنصدروا جنات سميرة سعيد بزاف ديال لي زارتيست قبل عز رجاء بالمليح رجاء بالمليح الله يرحمها مسكينه عز جلال عز جلال بزاف ديال لي زارتيست كنا كنصيفطوهم بوغ افوار ليكسبيريونس باش تكون تنافسيه عندهم مع فنانين كبار تكون كتقدم الصوره ديال المغرب كوميل فوا حيتاش كتجلس مع ناس اخرين جنسيات اخرين كتحاول تفسر لهم بزاف ديال الحوايج داخله في الثقافه ديالنا ما غتبقاش ديما حنا كنعرفوا بعضياتنا كنعرفوا الثقافه المغربيه وكنعرفوا الميزانات كاملين كنعرفوا الشقوري كنعرفوا الحساني كنعرفوا الامازيغي كنعرفوا الريفي ولكن ناس اخرى ما تتعرفش الوغ انت في البوست ديالك خصك انت تحاول تفرق هذا الشيء هذا على الناس اللي ما كتعرف ما عندهاش درايه على الثقافه ديالك ثم اللي جميل من بعد سي فري كاين دي جينيراسيون اللي كانوا كيمشيو في السبعينات وبدايه الثمانينات فربما تيبقاوش يهضروا على المغرب بزاف لان ما كانش الاعلام ما كانش لي ريزو سوسيو هما كانوا في اي فرصه كانوا كيبغيو يتكلموا على بلادهم على المغرب يا مع الفنانات في مصر دائما بالقفطان المغربي دائما بالمطبخ المغربي تيتكلموا يعني كمغرب ولكن ما كانش هذا الشيء لي ريزو سوسيو باش كيوصلنا هادشي دابا نتوما الشكل الجميل واخا لو انكم تستقر في دبي او تستقر في الدوحه او فدائما تتبقى ذاك ديما كتهضر على المغرب لا بكلامك ولا بلهجتك لا بلبسك لا بالتقاليد ديالنا ودائما تدافع على المغرب تدافع على قضيتنا الوطنيه تدافع على الفن وعلى يعني كل تقاليدنا الى غير ذلك وهذا شيء جميل فندير وقفه مع شي عطينا شي نسمعوك انت ولا نسمعوا فاطمه الزهراء يلا نسمعوك مروان يلا شنو غنسمعنا انا احبك ديال الاستاذ حسين الجسمي يلا حسين الجسمي ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك هاي أفراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نذر علي أبقى أحبك لين يوم الدين أنا كل ما نويت أنسى ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني ولا ندري علي يبقى أحبك لين يوم الدين حسك طرت من ايدي كده فجأة غمضت عين ما حد غيرك يبكيني ما حد غيرك يفرحني جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين حبيبي تدري شي اللي في غيابك حيل تعبني أحس بطر من إيدي كده فجأة بغمضة عين ما ح
حد غيرك يبكي، ما حد غيرك يفرحني، جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين. ترجعني ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين فراقك يا فراقك الله كسر قلبي وعذبني وأنا نذر علي يبقى السلام عليكم مروان صيام. شو بركه وصافي. السلام عليكم مزيان واخا ولا ماشي في نفس الطبقات ولكن لا 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 هادشي اللي زوين وهادي حنا في جلسه حنا ويا ما افتقدنا لان كان شحال هادي كان افتقدنا لدوك كانت جلسات كتسمى جلسه الصالون ما كانوا الفنانين تيتلاقاو مع بعضياتهم وكل واحد تيبدا كل واحد شي حتى كان حتى بالنسبه لنا حنا الفنانين المغاربه على مستوى المشرق وانت لي زيميسيون ديالك تبارك الله قدام راه كنتي كدير هاد لي كونسيبت اكزاكتومون اكزاكتومون وتتكون بواحد العفويه تلقائيه ودابا بالعكس زدتها لان الحمد لله مع تجربه السنين ومع كذلك الفنانين وكلشي حتى واحد ما بقى تبارك الله كلشي متمكن كلشي حتى ما بقى كتخلعوا الكاميرا يعني واحد الوقت راه كان شحال من واحد كتخلع سولني انا اللي نقول لك سولني فكتجي هاد الجلسه ديال الصالون يعني كيف فيها كيكون فيها واحد الاحساس ابداع كتكون روح او طاقه ايجابيه ومن ثم ربما كيخرجوا بزاف ديال الافكار واغاني دابا انا قلت اليوم انا ما نكرهش لان من بعد غنعاود نسمعوا صوت فاطمه زهراء نظيفي في دندنه اليوم صراحه تتفق معايا من اجمل الاصوات المغربيه وانا تنقولها وتنعاودها من اجمل ف يمكن اليوم الا فلتي اليوم شي ما خديتي شي لحن هنايا انا غنعاونك لا باقي تشوفينا الجمال حسين دابا اللي غيمشي لمراكش انت واخا انت في مراكش راه يمشيو لدبي وداك الشيء راه كيمشيو غادي تو اقامه ذهبيه دابا راه غادي قريبا ان شاء الله دابا الاقامه الذهبيه غير ما نطوروش فيها كيفاش كتخدع صافي صاحبي تما واش كتهوا غير الفنانه ولا لا بصح لا بصح الإقامة الذهبية كنظن انه دارتها الامارات دارتها على قضيه تسويقيه تسويقيه بمعنى انه بغات الفنانين يجلسوا عندها في دبي لو ماكسيموم بغات المبدعين باش تتم ماشي 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 غير الفن التميد الموسيقي ولا الرياضه اي حاجه بغاتهم يجلسوا عندهم الإقامة الذهبية كنظن انه غير
غير بروتوكول لكن طويلة الأمد. الإقامة الذهبية كتكون عندك 10 سنوات قابلة للجديد. دونك ما كتحتاج لا فيزا لا كذا. دونك لا كتكون عندك الناس العاديين اللي كيمشيو للخليج كياخذوا إقامة نورمال عامين وكيجددوها. الإقامة الذهبية كتكون 10 سنوات وما كتجدد تلقائيا وفيها امتيازات. امتيازات اللي هي مثلا بغيتي دير مشروع عندك امتيازات، بغيتي تاخذ دار في الإمارات عندك امتيازات، وكذلك هو مثال. طيب بالتوفيق إن شاء الله. نعاودوا نكملوا معك فاطمة الزهراء. المهم هو دابا خداها فكر دابا صافي مشات. لا بلاتي البروغرام هذا اول مره براسه قال شنو بعد كان لا كنا ديك الساعه فوقيتها حاتم عمر اول مره فاش خداها فاش كان هضرنا وداك الشيء فقال لي واش تو انتريسي. انا ديك انا بور لانستون يعني بيان سور تو ميريت علاش لا ان شاء الله لما لا، ولكن انا باغي نشوف انا مقيم الى مشيت وليت مقيم في دبي لا تصدقوا لا هنايا عادي جدا الناس كاين كياخذوها كاين اللي كيرجع يتانستال هنا شويه وكتبقى نقدروا نديروا دندنه في دبي عيب مزيان والله نشوفوا ولا تسهل القضيه في 4 ايام نمشيو نصوروا ونرجعوا بحالنا لان انا حاولت شويه انا عاوتاني مرتبط هنا بجذوري شي شويه هنايا لان بحكم عاوتاني عندي البنيتات مع المدرسه خصني نبقى معاهم. شوف انا ما عنديش الوليدات وما كنقدرش خوي المغرب هذا الشيء اللي كاين هذا باقي عندي عقده باقي خويا باقي دير راسك انت العقبالين نديرو هذه عقده خايب. طيب انتم شفتكم حتى ولا المراد عنده نعطيه الذهبيه ولا الفضيه تبغي يلا شنو نسمعوا عرفتي شنو غنسمعوا واحد الستيل نبدلوا شي شويه عطينا واحد الستيل واحد لا شونسون إسبانيول؟ أها نغنيو إستوريا دي أون أمور إستوريا دي أون أمور إستوار دو مون أمور إكزاكتومون غادي نغنيها بالعربية حيت غناها ليلي بونيش بالعربية وغناوها بزاف ديال المغنيين باش ما بغيتي بالعربية بالأمازيغية بالتاريفي بالتشلحيت بالتمازيغت بالدارجة اللي بغيتي غير عطينا التكنيك ديالك والصوت ديالك المنساب الجميل مرحبا هذه قصة حبيبي بحالك Solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí Fue religión Con tus besos y encontraba El calor que me brindaba el amor, la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que él me hizo comprender todo y el bien, todo y el mal Que yo dio las
هادي قصتي في الحب من هو اللي شفرق على حالي اي 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 نبات نحسب نجوم الليالي اي 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 ما نرقد ما يجي لي روف عليا حتى دوم كي نشوفها يزولوا الهموم واش pensos quererte para hacerme sufrir más siempre fuiste la razón de mi existir adorarte para mí fue religión cuántos besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión es la historia de un amor Como no hay otro igual que me hizo comprender todo y el bien, todo y el mal que hay un Dios tras mi vida apragándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré أنا في الحب ماذا عديت سلام. يا سلام عليك مرحبا عليك فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء النظيفي فأنت طبعا مقيمة في مدينة مراكش وكتشتغلي في حفلات ومناسبات خاصة فكأعمال تكلمنا عليك المرة وقلت لي راك في طور إنجاز بعض الأعمال فنية صوبتي شي حاجة ولا مازال صحيح خدامة في دي شانسون ولكن مشغولة بأمور أخرى فمغادة دوسما نقدروا نعرفوا هذه الأمور الأخرى شنا هي أنا مشيت في واحد المجال آخر ديال جو ستيليست لا لا مازال ممكن المجال العقار هو فلوس غير لا تيدير العقار الأغاني لا تيدير العقار كاينة أجي هي كتعرف الفنانة مشاو في هذا المجال ديال العقار لا أنا مشيت في كندير دي كرياسيون ديالي في الموضة بحال هادشي اللي لبست دابا هذا ديالك هذا ديالي يا سلام يا سلام ما شاء الله لا يا سلام سي تري جولي فريمون زوين بزاف شكرا علاش بغات علاش تي بغات تبيعيه صافي خذو من عندها يلا انت خذو ماشي مشكل قلت انا بغي نبيع هذه لا دونك بوغ او مي فام بوغ او مي فام بوغ او مي فام انا في الحقيقه كاينه انت عندك على الصحه مالي ستار حداك انا كنوجد نوبل كوليكسيون ان شاء الله نبارطاجيها معكم قال لك دري سني قال لك ما شفنا والو والله الا بالفرحه والله الا شنو كتوجدي انا كنشتغل على دي زارتيكل اونيك حيت الرجال انا كنت بادية بالرجال في الصراحه لانه ما كيلقاوش ان شوا لارج صعب شويه صعيب افيكتيفمون ما كيلقاوش واحد شوا لارج حتى بالنسبه للفنانين صحابي ما كيلقاوش يعني اللي في المجال الفني ما كيلقاوش دي زارتيكل هكا اللي يكونوا سبيسيال انا كيعجبني الفنان يلبس شي حاجه يبان ستار في هذيك لا سواري كامله فبديت كنلبس مجموعه من الموسيقيين الفنانين الموسيقيين ديال مدينه مراكش داكوغ مزيان برافو كنلبسهم دي شوميز دي كاب بلا برودري والستيل ديالي انا هو انني رجعت عندي واحد اللمسه ديال الطرز المغربي يعني كنخدم على دي زارتيكل بحال دي شوميز بحال دي مونطو بحال دي كاب
مجموعه ديال الامور ولكن كنزيد عليهم الطرز فبالتالي داكشي اش كنخدم على ارتيكل كل ارتيكل بوحدو كنعطيه وقته كنخدمو بحب كنعطيه فريمون الوقت ديالو والمارياج ديالي كل حتى هو ما ساهلش باش من بعد كنخرج شي حاجه اللي كنتي قريتي هادشي درتي شي حاجه في شي ايكول ديال موديليزم ستيليست قريت من بعد ولكن حليت عينيا في الطرز يعني شي حد في لافامي ماما كانت معلمه وكيف كنقولوا بالمراكشيه شربت منها الحرفه فاش كنت رويتي عليها شربت يعني رويتي فاش كنت صغيره البنات كيلعبوا بلي بوبي بهذا راه كنلعب شويه بهذاك الشيء ولكن خصني نمشي نلعب بالالات الموسيقيه اللي عندنا في الدار حكم راك عرفتي زعما يعني الجذور ديالي وملي كنسالي من الموسيقى ومن الغناء كنمشي نلعب كيف كنسمي بها البكارة ديال الصبرة ولي كولور ونبدأ نخيط أنا ما عارفاش كيفاش كنخيط غير كان بقى صغير وراه عندي 4 سنين 5 سنين طيب دونك أنا بعدا تبارك الله عندك كل دار في مراكش ضروري خصهم يكونوا ضروري من الصناعة في مراكش صناعة شي حاجة سواء الزرابي سواء في اللبس لوغ داكشي داخل في الثقافة مراكش إن شاء الله إحنا مقبلين إن شاء الله على شهر رمضان المبارك إن شاء الله يا ربي معاك ندير حلقة سبيسيال دونك ضمنت شكون اللي غيلبسني بعدا كنبغي ندير شوية ديك لاتوش ماروكان فهمتي لاتوش ناضيفية ناضيفية صافي ناضيفية مغربية هادي فين راس العام إن شاء الله لا ماشي ديال رمضان هذه لا ما باش لي عندك لا ماشي ديال رمضان هذيك حسن شوال طيب سي ان بليزير المهم حنا ضاحكين في وجالسين في الجو المارح مع رفقة مشاهدينا انتم بغينا نهضروا لان هذيك المره تلاقينا في العرس ديال زهير زائر اللي كان حيه وتحيه خاصه تنقول له مبروك عليك وبعقلو داك تجوج بعد داك بعقلو زهير زائر كنظن غادي يحماق برك شتي في العرس تبارك الله راه كاين شي واحد في الكوميديين اللي عنده العقل اكزاكتومون هذا كان حقيقي احنا ما جلسنا في العرس الا زهير صاحبنا وخونا وكل شيء ما حتى داك الاتموسفير اللي كان في داك العرس تبارك الله شوف الحمد لله كانت جميع الفنانين انا اكره حاجه عندي في العرس هو انا نقدر نكون انا جالس تقيم حيتاش ما ماشي من الطبع ديالي ولكن عز عليا يكون الهراج فهمتي هادو شي حوايج داخلين في لي بليزير ديال العراسات عندنا ماشي ديك الجلسه اللي هي كلاس بحال الا جالس في ريستورون بحال الا بصراحه لا ولا الانسان باش جاي باش تفرح مع ليا فوالا مع الناس اللي عارض عليك داكشي كان باين كان كلشي مبين هذاك لامور ديالو العريس ولا العروسه انا كنتمنى لهم لزهير زائر والغيتا كل توفيق وكل نجاح وان شاء الله بزواج مبارك ان شاء الله طيب نعود ما نحن بصدده كنا هضرنا المهم كان ديك الساعه خرجتوا لا شونسون الوغ كيفاش تلاقيتوا كيفاش فكرتوا تخرجوا لا شونسون الاغنيه كنظن انه تبروبوزات ملي كان معايا الرفاعي في دبي كان معايا في الدار وكنا جالسين مع بعضياتنا بيان سور كنديروا موسيقى حنا جالسين محمد ديجا كانت عنده الاغنيه غناها عجبتني الاغنيه بدينا كنهضروا عليها بروبوزا محمد قال لي نغنيوها مع بعضياتنا توكلنا على الله في ديك السيمانه صراحه سالينا سجلنا عندي في الدار عندي واحد هوم ستوديو في الدار سجلنا لا ماكيت صيفطنا للموزع حمزه الغازي اللي كنشكروه من هذا المنبر وزع علينا الاغنيه قالت جيم بيل شونسون وغدا مزيان الحمد لله راه غدا الحمد لله درنا بحب صراحه بليزير سام شونسون اللي كان اول حاجه لي فوا اللي خصهم يغنيوها كيخصو يكونوا دي فوا مشابهين شي شويه صح يكون شويه الفيلينغ غالب اكثر ما يكونش تكنيك هو اللي غالب اكثر بصراحه ديك الوقيته ولا الاصوات المغربيه ما كانش عندي اختيار لا في العلاقه ديال الصحبه ولا في دومين ارتستيك حسن مروان انه بارطاجيو هذاك العمل والحمد لله طيب نقدروا نسمعوا منا شي طريف فين حطيتوها بجوج حطيتوها عندكم في لي دو في لاشين يوتيوب ديال الرفاعي حيت بحكم انه اول كلمات والالحان ديالي فمناصفه في الكلمات مع الشاعر ايوب وزيد حتى لاشين يوتيوب ديالي كانت شي شويه اكتيف بحكم الاغنيه ديال كيفاش خليك فكنا كنحاولوا انه
نحاولوا نجروا لو ماكس ديال الناس سورتو صحه الاغنيه قبل كاس العالم بواحد 20 يوم ولا واحد 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 ميمبا 20 يوم الوغ كان خاصنا نستغلوا كان حافظ على داك اكزاكتومون الحمد لله الاغنيه عماد درناها ما درناش فيها هاد ما خدمناهاش على هذا الاساس ديال فين تحط عندي ولا عندك ولا فكرنا فيها شنو غتجيب لينا لا حسينا باغنيه بغينا نسمعوها للناس لا انا جوستو انا كان بريسيزي باش مثلا اللي غيسمعها ويبغي يمشي يسمع الاوريجينال ديالها فين يمشي دونك غيدخل عندك يكتب كالعاده وغادي يطلع لي كالعاده غطلع فوالا طلع لي ني كالعاده يلا كالعادة ما كملنا كانوا في طريقنا شل العباد ما قالوناش لنا لا هي تا كل واحد فينا في بلاد كالعادة ما كملنا ما خلوناش نبقاو كي كنا كنا غرقين ومحو الأغوات عادنا ما نضيعوش بلاش كي العادة ما كملنا كانوا في طريقنا شل عباد ما قالوناش لنا لهية تا كل واحد فينا في بلاد كي العادة ما كملنا ما خلوناش نبقاو كي كنا كنا غرقين في بحر الهوات عادنا ما نضيعوش بلاش أنا ويالك بيضا ما زال شعلة في قلبي جمرة سد الباب كي نغفى تجيني في منامي والعين تفيق وفق العذاب الشوق مازال يهجم علي طير النوم من عيني قلبي تكوى ما صبت دوا هذا ظهري مع الأحباب مازال الصورة قدامي وهي غادة وتسد الباب نخفات جيني في نامي العين تفيق وفيق لعداب صور مازال يجام علي طير النوم من عيني قلبي تكوى ما صرت أدوى هذا ظريم على أحباب أنا ويالك بيضا مازال شعلة في قلبي شمرة أنا ويال حبيبة قلبي ناري مبغى يبرى زوينه وداتنا كما قلتي للجهه الشرقيه شرق المملكه نواحي ديال طبعا وجده في هذاك الحس ديال تاد لانسترومون ديك ديال شوف انا لعبت في لانسترومون الرقاده لانسترومون اكثر نوجه الشكر للمزاج ديال الاغنيه حمزه اللي تحاولي اعطينا واحد الميرونج ديال روح جديده راي سامبل
مع 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 اللون الوجدي كتحس بشويه ديال البنادر ديال ديال الرقاده والبنادر ديال اللون الوجدي. الوغ عطات واحد عطات واحد عطات جوج ديال الالوان في اغنيه واحده اللي جاوا مع بعضياتهم في لا شونسون، والحمد لله توفقنا اننا نغنيو. واو بالتوفيق ان شاء الله. مازال كاين شي اعمال اخرى في الافق ربما تشتغلوا؟ شوف داك الشيء ما كيكونش بلان، ما كيكونش بروغرامي، ما كيكونش بلاني. تقدروا نكونوا جالسين عاوتاني دون زان كول، عجبتنا اغنيه خدامين عليها، يلاه سجدوها هكا. داك الشيء قال لي تم بروغرامي لي صراحه، يا اما ما تينزلش يا اما كيدابزوا عليه يا اما كيدابزوا. فهمتيني؟ فانا كيعجبني انه نسوا داك راسك وديك ديك اللحظه شنو قالت لك شنو عطاتك. كتوقع لكم انكم تخدموا؟ انا نسولك جاوبوني بجوج دونك سورتو انتم في الدومين اي كومبري حتى اللحن. فتصوبت شي اغنيه وتعطيها لشي واحد وتندم على شرط ديالي بزاف. كيفاش بزاف؟ بزاف الاغاني وقعت فيهم من ناحيه اش كتكع اولا تندم. مثلا كتلقى الارتيست ما كيعطيش الاغنيه حقها. مثلا كتكون ضربتي عليها تماره وعطيتيها له بالرغيب، يعني كيزاوق فيك باش انه ياخذ الاغنيه وافكتيفمون كتعطيها ليه وما ما كيجتهدش فيها. كيما مثلا ما يمكنش ليا نعطيك اغنيه واعره دير لها ارت وورك، دير تصويره ما كيكونش اتفاق قبل ربما. شوف كي الاشكال كيكون كي اشكال خايب كاع خايب من هادشي كامل، هو ياخذ من عندك اغنيه وبعد ضاربه وبعد واحد النيغوسياسيون طويله وكتبقى عامل مخطوطه مازال ما خرجهاش، علاش ما عرفناش علاش؟ واش فهمتيني؟ هذا مشكل. الوغ انت كتضيع ملحين في انه اول حاجه اشهر انتاجاته حيتاش الحان ديالي اللحن كيجيب مارشي ربما دوز وقتها حيت دابا راه بالضبط دابا الودن تتكون الوقت كتلعب دور كبير بزاف. حيتاش كاين الاغاني اللي تغنوا في لا بيريود مثلا بال 2015 حتى 2018 كان واحد الستيل، من 2014 حتى 2017 ولا 2018 كان واحد الستيل اخر. دابا الا غنيتي راه بيبي عنده خمس سنين غادي يقول لك الستيل هذا راه قديم. ولا يقول لك غيولي تشابه لان كتولي ديك الجمل الموسيقيه والجمل اللحنيه صافي كتولي كتشابه. كتكون عطيتي جمله حتى في الكتابه، كتكون عطيتي واحد الموكلي اللي مازال ما دارش، كدوز عامين كتلقاه تحطه عند كل شيء وكتحطه انت وكتسنى ينجح. دونك هذا المشكل هو اللي ربما تيدير العتاب بين الفنانه. بعض المرات كيبقى فيك الحال كتعاتبه وربما تجيب لي واحد شنآن بين مثلا الملحن وبين هذاك الفنان اللي ما عطاش لك الاغنيه حقها. بصح ولا كاين مثلا كيوقعوا بزاف ديال المشاكل. مثلا باغ اكزومبل جيتاريست مزيان عيطتي عليه في الاغنيه وقلتي له غتعطيني الجيتار ديالك، كيجي الجينيريك ما كتبتيش سميتو باغ اكزومبل، كريديبيليتي ديالو صاحبي هذيك. اكيد هذيك هي اقل حاجه تقدر ربما تكون بعض المرات السهو هذه. لا ما كاينش السهو، كاين اللهو اخويا. التقويه ما كاينش السو، ما كاينش لمسه يد. شفتها في الفرقه تقدر بجزاء. ما يمكنش اصاحبي، ما يمكنش انسان ضرب تماره وعطيتيه مشى للاستوديو وحيد من وقته وسجل لك الجيتار ديالك وفي الاخر ما عطيتش سمي. انا شغيخلي الناس يعرفون انني واخا ما كيكونش عندي ديريكتور دو بروجي يبقى متبع هذا الشيء مثلا. ماشي ما نقولوش عندي ديريكتور، انا غنقولوا واحد ان سويفي، شي واحد يتبع، لان بيان سور تتبع تمشي المونتاج تشوف الجينيريك مثلا. ولكن انت كملحن راه الارتيست ما كيكونش ما كيعطيكش كاع لي ديتاي في لا شونسون وهي خدامه. مثلا انت ساليتي مع البروجي هو مشى كيصورو، راه ما يمكنش يقول لك انت كتعطيه لا ليست ديال الناس اللي خدمات بار اكزومبل. ولكن راه ما يمكنش تكون غادي معاه في لي ديتاي في المونتاج تقول لي ام درا ساليتو مونتاج ولا لا، حتى راه لا شونسون ديالو كليك ديالو. ولكن باغ ريسبيك خصك تعطي الحق لاي واحد كاين. واضحه الفكره، واضحه الفكره. وغنرجعوا مع فاطمه الزهراء النظيفي. هاي فاطمه الزهراء، اطريفين، هاو ار يو؟ ام فاين، كومو استا؟ بيان. شنو غادي شنو نسمعوا دابا؟ نبدلوا شويه الستيل. غنغني الغرناطي. يلا يا سلام، غني يا سلام. الاغنيه اللي معروفه شويه في الغرناطي، غني يا قلبي خالي الحال. تفضل.
عليها أهل الأندلس يفهمون بالإشارة أهل الأندلس يفهمون بالإشارة عليك فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء في دائما تنعاود نقول سميه باش تحفظ مزيان عند متتبعينا ومشاهدينا والوسط الفني كله طبعا كل المشاهدين فشهيتينا في شي حاجه ديال الطيور ولكن شوف كنا دوزناها شهاتنا في حاجه ديال سماهان في داك لو ستيل ديال لاغيا فوا سماهان نغني لك شي حاجه قريبه اها مي بلغه اخرى
بالسربية بغيت يحتى بالأوكرانية أنا هولندا بالسربية أنا زعما كيشتهاش معنا الكلام ديال الكتابة أنا راه كنتفكر بزكو ما كيفاش بالسربية ولكن فسري لنا كيفاش بالسربية شنو هي أغنية فاش بحثت عليها شوية لقيتها بري إسلاميك هي أغنية معروفة سميتها إيدر ليزي وأنا من فتحة على جميع الأنماط الغنائية بحكم كي كنت شرحت في الحلقه اللي دوزنا من قبل انني كنغني لو شون كونتمبورين فهاد الشيء خلاني كنغني بمجموعه ديال البحث ديالك بيان سور وحتى عندك هاد السلاسه وهاد الفاسيليتي باش انك تحفظي الكلام مازال في السبانيوليه نقولوا مزيان ماشي مشكل السبانيوليه الاسبانيول قريبه شويه تحفظه ولكن السربيه هذا الفاجئتني هذيك الاغنيه كنغنيها حيت مقاماتهم راه قريبه لنا قريبه لنا بزاف سلام. فما كرهناش نبقاو نزيدو مازال نشوفو نمط اخر برافو عليك تبارك الله تبارك الله سافرنا مع العرب اكيد اللي زوين هي انه كتغني في العالي وكتغني ساهل ودوس معاونها بزاف انها كتغني اوكسيدونتال بزاف فعربها ما شاء الله حتى دابا الجميع حتى في الطرب دونك انت نفس الستيل ديال لاغيير فوا كتغني يعني حتى في الطرب ربما اغاني سيده ام كلثوم ولفنا فيه واحد الفوا غاف حتى انا في الاول فاش كنت كنحاول نغني الطرب في البدايه ديالي كيجيني كيعجبنيش فيه صوتي في الاول ولكن من بعد لقيت لا توش ديالي الطرب دابا كنغني حنين لا عندها احساس طاغي ما شاء الله تحس بلا فوا مرملات ونقيه ما في الاستوديو لا والو ومشينا بهذا انا دوك لي فوا اللي كانوا كيعجبونا في الموسيقى التصويريه ديال بعض الافلام الكبيره اللي دازت ديال غلادياتور لا سيري الاخرانيه ديال الفايكينغ ديال لي فيكينغ هذاك فوالا كنشتغل على الافلام الموسيقى التصويريه من ضمنهم واحد الفيلم مغربي اللي ان شاء الله يمكن العام الماجي ولا اللي بون ما نقدرش نعطي عليه مجموعه ديال المعلومات ولكن فيلم مغربي كبير اللي كنا قلناها في الحلقه دي واحد العام وزياده وقيلا هذا يلا صور يلا سجل ديال الموسيقى التصويريه ديالو كامله ما شاء الله ان شاء الله كنتمنى جميع الناس اللي غادي يتفرجوا فيه ان شاء الله بشوف ان شاء الله فتقريبا كياخذ الوقت ولكن باقي بغينا نسمعكم في اغاني وغادي نختموا في الاخر مع نديروا شي حاجه شعبيه أو شقورية مع فاطمة زهرة
ولكن قبل ما نسمعوك محمد رفاعي فاعطينا شي شويه مع من هاد اليمات كتخدم شكون اللي عطينا شي خبيرات نعرفوها حكم انك كتعامل بزاف مع الفنانين فواش كتوجد شي حاجه مع شي فنان او درت واحد العمل ديو بين سعد والحر سعد مجرد والحر ميلونج بين المغربي و ستيل ديال الحر حتى هو حيت ما خصوش يخرج على اللون ديالو كيخصنا حنا بغينا داك اللون ديال الحر بالاحساس ديالو في الطريقه اللي كيغني بها هذه صافي هذه دخلوا الاستوديو ولا مازال هذه تسجلات صافي تسجلات دونك شكون من بعد شكون غادي ياخذ هذه ديسيزيون باش يطلقها جو بونس كو سعد لا شونسون كانت ديال سعد في الاول ومن بعد سعد والحر اللي اتفقوا انه يستوديو عندي انا ديجا فصورنا الكليب الاول داكور تصور في لبنان نديرو مع عيد الحب خا الاغنيه الموضوع ديالها كونتر ديال لو جو اصلا ما كنظن انه احسن دات تحط فيها اكيد وحنا فاصو ايامنا كلها عياد وكلها حب حنا غير كنضحكوا لهنا ف عندي اعمال مع بزاف ديال الفنانين اخرين عندي داليا مبارك عندي فهد الكبيسي اللي غنى باي دو في الفينال ديال كاس في لا شونسون ديال كاس العالم اللي كانت انتاج مغربي ديال رضوان طبعا رضوان اللي تنحيي حقيقه رضوان مفخره المغرب تبارك الله عليه تبارك الله على نادر الحاجه اللي كنفتخروا بها في الموسيقى وفي كاع الميادين رضوان ما شاء الله كارير طويله فهد الكبيسي واحد من لي زارتيست اللي غادي يغنيوا لي في هذا العام هذا ان شاء الله ما بغيتش ننسى بزاف ديال الناس كنحاول الناس نحاول لي بروجي اللي كونفيرمي اللي تسجلوا وملي كنحاول نهضر عليهم نعم عندي عمل ديالي يلاه نزل دابا الشطاح في الفيلم ديال الشطاح فوالا كنمشي ايطاب باغ ايطاب ما كنحاولش نجمع ليها كلشي باش ما نساتيراش وان شاء الله كنظن انا هذا العام هذا غيكون زوين طيب بالتوفيق نبقاو في شي اختيار اخر من اغانيك او لا من اغاني اخرى اللي بغيتي نديرو من اغانيك الخاصه ولا نديرو من اغاني داكور نزل اللي بغيتي نديرو شدو لك عليا واش ضحكات لك الدنيا اشنو صادفتي في طريق كنت نعرفك غيديا واش ما زال فلاس التيق اش اللي طرالك بلا بيا لقيتي فلاس صديق واجد الدنيا تديك بالديك لديك وقالوا تكبر وتنسى علاش كبرتي وما نسيتيش وبحور مواج وما ترسى ما تحكمي لنا أمتي إيش وقالوا تكبر وتنسى جرح قديم داويتيش سعدات لي انسى الفراق يقتل بي رشيش سعدات لي انسى الفراق يقتل بيرشيش واش ضحكات لك الدنيا اشنو صادفتي في الطريق كنت نعرفك غيري هي واش مازال في الناس اش اللي طرالك بلا بيا لقيتي في الناس صديق ولا مازال مواج الدنيا تديك من ليك الليل وقالوا تكبر وتنسى علاش كبرتي وما نسيتيش
بحور مواش ما تحكمينا ما عمتي وقالوا تكبر وتنسى جرح قديم ما داويتيش سعدات اللي ينسى الفراق يقتل ميرشيش كتابو باين في وجه الحزين يقراه اللي ما قريش عذابو ساكن قليبو الحنين واللي ما عاش ما داريش صبرت يا ما نقريس نحلا حقك في العسل قاع ما بان واش طا معاك غدا تحلا شي يوم ولا محال كتابو باين في وجه الحزين يقراه اللي ما قريش عذابو ساكن قليبو الحنين واللي ما عاش ما داريش طلت يا ملك ريس الحلا حقك في العسل قاع ما بان واش طا معاك غدا تحلا شي يوم ولا محال وقالو تكبر وتنسى علاش كبرتي وما نسيتيش وبحور مواج وما ترسى ما تحكمي لا ما عمتيش وقالو تكبر وتنسى جرح قديم مداويتيش سعدات اللي ينسى الفراق يقتل ما يرشيش Thank you. تبارك الله عليك شكرا لكم جميعا جينا تقريبا على نهاية الحلقة ديال اليوم ديال الدندنة فقط بغيت في الخرد سول مروان أصيل مروان كاين شي جديد عاوتا نتسناو هاد الأيام كتشتغل على شي دي بروجي جداد كاين الجديد كاينه أغنية اللي طرحت مؤخرا باقة جديدة اللي هي مع واحد تيم كنخدم معاه أنا بحريني دافي معروف دافي فنان بحريني معروف وفليبراتشي تا هو معروف اون كولابوراسيون مع واحد الفنانه بحرينيه زائد كاينه اغنيه ثالثه من بعد ما صايبت البلقيس اغنيه ديال تعال تشوف ومن بعد الثانيه ديال صبره كاينه اغنيه ثالثه ان شاء الله اللي مع بلقيس نيت مع بلقيس نيت غادي تنزل مغربيه والجديد ان شاء الله مع يسرى سعوف اللي غادي يشوف النور هذه الايام برافو عليك مروان دائما كيعجبني فيك اولا الاجتهاد ثم داك الله يحفظك ثم داك الاخلاق ديالك والطيبوبه ديالك برافو كمل شكرا جزيلا معك دائما الله يحفظك حبيبي شكرا لك كذلك فاطمه زهره كنشكرك بغيت تقول شي كلمه اخيره في الاخير كنشكرك على هذه الاستضافه الرائعه وخصوصا حيت حاضرين معايا الفنانين الكبار نهار كبير هذا الله يلا انا شرفت ليا شكرا سي عماد شكرا للطاقم التقني والاذاعه والفني وهذا وكل شيء الاذاعه شدا والبرنامج الجميل برنامج الاذاعه وقناه شدا بزوج جد ممكن اذاعه وقناه شدا طبعا ميرسي بوكو في الاخر غادي شنو نسمعوا نسمعوا شي حاجه شكوريه كما قلنا شكوريه شي اللي بغيتوا شنو نديروا نديروا محني الزين يلا محني الزين ومعك على الاقل اول مره نديروا معك كورال لا حشاشه سلولي ما حفظناهمش داكشي علاش بغينا نسمعوا على الاخر شوف ندير لغه اجنبيه لا كورال في الاسبانيول ولكن لا بعد ما نشوف دير ليه دابا درتي السربيه دير شي حاجه باش ما يغنيوش معاك هي اصلا جات مجده شي حاجه بالبرتغاليه ولا شي حاجه جينا صعيبه شكرا لكم جميعا شكرا لاخواني اصدقائي كل الطاقم ديال شدا هذا عماد يحييكم الى اللقاء
بدلنا وكل من يشوف يقول غريب وبراني أنا من بعد ما كنت في الدار رجعت نحاس والطوب اللي خديته عراني محني الزين العوار محني الزين زين العمر محني زين محني زين محني زين مولا على الحاجة المشروكة هيدي هيدي وسيدي حبيبي من هو يا الوردة ويا الوردة يا الوردة بالشوكة هيدي هيدي
سيدي حبيبي وفين هو. أنا جني وجنوني على الحجر مشروك. هيدي هيدي سيدي حبيبي فين هو. سيدي حبيبي يا هو لو زالت يالي يا هو. سيدي حبيبي يا هو حبيبي تيالي يا هو. حبيبي فين نصيب. هيدي هيدي سيدي حبيبي فين هو. هيلي وسيدي حبيبي فين هو. ملي عيني شفتكم اليوم ركابي علي يا طاحو. هيلي هيلي وسيدي حبيبي فين هو. يا سيدي حبيبي ها هو. سيدي غزالي ها هو. سيدي حبيبي ها هو. سيدي غزالي ها هو. غزالي ما غزالي يا هيلي وسيدي حبيبي فين هو. هيلي وحرام عليك يا غزالي. هيلي هيلي وسيدي حبيبي فين هو. أو هيلي وحرام عليك يا غزالي. هيلي هيلي وسيدي حبيبي. تفضلي تفضلي. سيدي حبيبي فين هو.